اي والله رح جن. طمن ما رح يتحركوا من هون. رح نستنى، إلي زمان عم خطط لهاليوم. لك أخي والله رح موت من بردي وأنا واقف، ما كنت تعرف نقي هالإسوارة وتخلصنا بقى. وصل أخي عاكف، ليكو شفت هلا؟ السلام عليكم. حضرتك قلت لي ما رح يجي. الحمد لله، ألف الحمد لله، هالزلمة كان رح يجنني. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك صديقي؟ ماشي الحال، نشكر الله. خلينا نستنى بمكان تاني. لك بالتا أنت ليش هيك مزعج؟ خليتني أترك البيت والدفا وإجي على ملا وشي. أخي ما حدا بيقدر يحل هالقصة غيرك. أخي أنا قلت له بختار الإسوارة عنه، ما رضي حدا يختار له إياها غيرك. أخي أنت شو بيعرفك؟ أعزب ورح أضل أعزب، شو بيفهمك؟ لما قلت له إسوارة فكرت شاط المدون. أخي عاكف ليك على هالحالة، والله رح موت من البرد. الله وكيلك، صرنا مثل اللي مضيع أمه وعم بيدور عليها. تمام خلص محلولة، يلا خلونا نفوت ونخلص من السير. هاي فرصتنا لأنه دخلوا كلياتهم. خلينا نستنى، مو من مصلحتنا نفوت هلا، خلينا نروح على مكان تاني. أمان. مستحيل معلم، إلي كم يوم مراقبه لهالمحل، بدنا نسره لأنه في ذهب كتير. طيب هي ماشي حالة، حلوة كتير. إذا بتنباع مرة تانية ما رح تخسر بالصياغة، مو هيك معلم؟ إيه طبعا. ما بيصير غير اللي بتشوفه أخي. خلص معلم لفلنا إياها. وأخيراً عجبك شي، منيح إجيت والله، يعني لحتى كان يختار إسوارة كان رح يصير عنده أولاد ويصيروا بالمدارس. طيب يا شباب، في محل بسكليتات قريب، بدي روح شوفه. تمام، منروح منشوفه أخي. عم تعمل تكتيكات جديدة للعمليات؟ لا حبيبي، رح أخذ هدية لحد. خلينا نروح. بس ليك البسكليتات من اختصاصي أنا. عن جد؟ وانت شو لك علاقة؟ يعني شو بفهمك بالبسكليتات؟ بس يا ولد، بالله شو انت كنت تلعب بالحارة، انا كنت بفريق البسكليتات. بالله يا طبعا، وبفترة كنت عفكر اني يكون شرطي على بسكليتي. اي نعم. طيب خلينا نشوف لك. يلا وانت اخي لف لي اياها وجهزها، نحن رح نروح ونرجع وخصوم هدول. لك يا اخي بالاول اسأله قديش حقه. ليش لا اسأله؟ نحن صار بيناتنا عشرة وهو بيحلى. طبعا محلولة. يلا بالتا يلا. ليكو طالعين؟ ليكو قريب كتير. يلا أخي هاي فرصتنا. ام تيبي ترايتيون تايم تريال، طريق مدينة، سباق، ركوب حر، تسلق جبال. انت شو طلبك أخي؟ بدي اياها لولد صغير. بدك اياها مشان ولد؟ لا تواخذنا، معناها الفرام لازم يكون ماكن. ليك هذا الموديل كتير منيح، وزنه خفيف ومريح بالسواقة. الظاهر بالتا رجع يستعرض، والله أنا تفاجأت كثير، عن جد برافو. هلا أنت شو رأيك؟ يعني بأخذ له من هذا الموديل؟ طبعا أخي. ليك إذا بالتا هيك نصحك لا تتردد ابنه. طيب خلينا نشتري. يلا خف إيدك شوي، اصحك تفكر تعمل أي شيء، لأنه فضي هالمسدس في راسك، لا تتحرك ولا حركة. هلا أهم شي بالنسبة لي إنه تعجبه للولد. إيه أكيد رح تعجبه. لك أنت شو عم تعمل؟ ما بعرف والله، حبيتها لهي، إذا بيمشي حال هلا بأخذها لحالي. مشان الله شو هاد؟ تعرف؟ بعدين تقع على الدوام بالبسكليتة ماشي؟ مو معقول قديش تصرفاتها غريبة. لك لا تتحرك وجيب الهدية اللي هنيك كمان. تمام. يلا وهلا بخاطرك. يا ناس، يا شرطة، الحاولة حرامية، وانت كمان سرقوا هديتك. طيب انت اتصل على 105، على 105. هات، انا هلا بعرف جيبهم، هننوا الهدية تبعي والذهبات كلهم. يا بالتا اخي هذا فصل ما رح يسمعك. لك بالتا، بالتا اهلين. ياسمين إليف، انا اسفة على الازعاج، بس كان بدي اطلب منك طلب. شو هالحكي امريني؟ حبيبتي إليف، صار لي زمان عم فكر بالشي اللي حكيتي. معك حق، البنت لساتها صغيرة، لازم يكون أبوها فوق راسها. طبعاً ياسمين، هلأ أهم شي نازلي. إيه مزبوط، لهيك قررت إني أرجع على البيت. أنتي ما بتتخيلي قديش فرحتيني، صدقيني اللي عم تعمليه هو الصح، ألف مبروك. شكراً حبيبتي، بس بتعرفي شو؟ أمي ما ترضى على هالشي.
أنا رايحة على البيت، بس أنا بحاجة لحدا يكون واقف معي، فكنت عم أقول إذا أنت فيكي تساعديني. طبعاً ياسمين تكرم عيني، مسافة الطريق بكون عندك. رح أعزك معي، بس إذا كنتي جنبي يمكن وقت أمي رح تطول بالك. لا تاكلي هم، لازم يكون في حدا من العمليات الخاصة جنبي. ماشي حبيبتي. ماما حبيبتي، شكراً لأنك رجعتي. لك هذا المجنون عم بيهرب منا. هالحيوان بالبسكليتة ورانا. وقفوا عندكم، دير بالك رح تأذي حالك. بالتا 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 يا بالتا، بالتا شوي. أنا بورجيكم. وقفوا يا كلاب. بالتا، لك هالمجنون ما رح يتركنا. أخي زافر ناطرنا بالشارع اللي يا بالتا. بالتا رجعوا لي. زافر أخي زافر، واحد مجنون عم يلحقنا. منيح كلكم سوا، رح دفعكم ثمن الرقد اللي رقدته يا كلاب. لك انتم من وين جايبينه لهاد الاجداب؟ شو بيعرفني انا؟ ايه هو ضل لحقنا. هاتوا الهديه تبعي. خد هي هديتك. ها ها بالتا لك جاولك جاولك جا. حلو، هدول عاملين عصابة أخي. جيبوا الذهب اللي سرقتوه، يلا جيبوه بلا شوشرة. روحوا من هون بلا ما أوسكم كلياتكم. والله عن جد؟ شو هالحكي؟ شو هاد؟ هذا خلبي، نهبته الصايغ بهالمسدس؟ لك شو هاد؟ كيف عرف؟ شو بيعرفني؟ لك ليش واقفين هيك؟ هجموا عليهم وكسروهم. لا يا حبيبي تعا. لك انت كيف بتسرق هدية اخت جارت صديقة مرتي يا حيوان؟ لك بالتا من خوفه من مرته، شوف شو عمل بالزلمة. شو القصة؟ في أمر بمصادرة الأملاك من المحكمة. ترك من إيدك لوين آخدهن؟ أخي أنت في عليك تسديد ديون، هيك الحكم. اهدى شوي وخذ المعلومات من المسؤولين. أنا رح وقعهم لهدول، بس بصراحة أنا ماني فهماني شي. هدول ديون ابنك زادوا عن حدودهم وما فينا نعمل شي. إذا بتدينوا كل هالقد لازم حدا يجي ويحصل على الديون. شو عم تعملوا؟ قلوا لي مين انتو؟ جيتين بيك؟ اي نعم. الديون متراكمة برصيد الائتمان وبلشنا نصادر املاكك. لك في حدا بيجي بياخد اغراض حدا بدل دين؟ لك معقول حتى الصوب ياخدينا؟ انا ما دخلني، بس عم نفذ الاوامر. لا تخليني بلش فيك وبشغلك. ها يا اخي طول بالك اذا سمحت. لك كنت عم بعمل شوربة لأمي، رحت على السوق وبخلال نص ساعة فضيتوا البيت. هذا كفر أخي، نحن مالنا مبسوطين على هالشي. أنت مالك دافع ديونك؟ لك أمي مريضة ورح تعمل عملية، واستخدمت الرصيد الائتماني مشان مصاريف المستشفى، كان لازمنا مصاري. الله يحمل معك، بس نحن ما فينا نعمل لكم شي. وقف وقف. طيب اهدى شوي، مو لهالدرجة هي بتوصل معكم. شو هي؟ أنا كرمال هذا الوطن خاطرت بحياتي 13 شهر، وهي الرجل مفكر ليش صار فيها هيك؟ عنا ميدالية شرف، وهي كمان بدكم تحجزوا عليها؟ زودتوها. طيب بكفي هيك، لا بقى تلمسوا شي تاني أبدا. ماشي هيك كل شي تمام، خلينا نمشي. الله يصبرك ويعوضك يا أخي. يا روحي. آه 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 آه
جايين تلعبوا معنا ولاك؟ والله لا تلعنوا الساعة. تعا قرب تعا يلا. كارلوس كأنه هيك نحن خالصين. زعلت عليهم يا أخي، ما بيستاهلوا اللي صار فيهم. خسارة بهدول يا معلم، خسارة. بس مبين معبين الكيس والله. خليك بأرضك، خلصت اللعبة. شرطة، ما عنا وقت لنضيعوا معكم. يلا قوموا صفوا على الحيط، يلا يلا. حرك حركوا يا قوم قوم حرك لك بالتا. خلص اتركوا بقى للزلمة، رح تخلص عليه. بالتا حيوان. لك بالتا، مرتك هون. مرتي اركض بالتا. ولك كارلوس، يعني دائما لازم تعمل فيني هيك؟ مو انا هذا عاكف اللي حكى. تمام تمام، ليك كارلوس، خبروا المديريه بسرعه يجوا ياخذوه من هون، لسه بدنا نروح عند صالح. والله شيء غريب،